السلام عليكم، كيف حالكم؟ عساكم خير، معكم حسام. في الفيديو خلونا نسوي شرح بسيط لنهاية فاينل فانتسي 7 ريميك مع حرق للنسخة الأصلية. وبصراحة اللي ما لعب النسخة الأصلية أو الريميك أنا ما أنصح إنه يكمل الفيديو، وخلونا نبدأ. بداية قصتنا هي ماشية من نهاية كرايسيس كور، موت زاك، ولما مات زاك عندك انت الآن قصة فاينل فانتسي 7 ريميك والنسخة الأصلية، ومن بعدها راح يبدأ التايم لاين وينتهي في نهاية الميدجار. حتقابل الويسبر اللي كانوا مسؤولين عن القصة الأصلية، ومن بعد ما تهزمهم راح ينفتح عندك مسارين، مسار للريميك وتايم لاين لزاك، وتوقيت ثاني ما في له زاك لكن يمروا من بعض. من بعدها يتجهوا لمدينة كالم. في النسخة الأصلية كلاود يتكلم على أنه شبح زاك، يتكلم ويقول أنه أنا كنت أعرف سيفوراث، وكنا أنا وهو في مهمات وبارينا تنين ورحنا لنيبلهايم وصارت الحادثة وأنا كنت حازم سيفوراث، بس ما أعرف إيش صار، ما أفتكر. لكن في الريميك ما نعرف إيش حيصير، ما نعرف إيش اللي حينقال، بحكم أنه ريد 13 وغيره من الشخصيات شافوا مستقبلهم. في النسخة الأصلية تيفا كانت عارفة إنه قصة كلاود ما هي حقيقية لأنها تخص زاك، وكلاود لأنه كان مع زاك 4 سنين في قصة كرايسيس كور في معمل أو مختبر هوجو، انتقلت ذكريات زاك إلى كلاود، لكن في التايم لاين حق زاك الأحمر زاك عايش وكلاود مختفي ما حد عارف فين. بالنسبة لزاك لما راح للكنيسة فتح الباب لقى ناس تبكي، هل كانوا يبكوا على موتة إيريث في تايم لاين زاك لأنه رجع، أو لأنه رجع وتأخر وسيفوراث كان بيطلق النيزك وإيريث حابة توقفه فماتت؟ ووقتها أصلا كلاود ما يعرف إيريث وزاك كان غايب عنها كم يوم. أو في نظرية ثانية تقول إنه زاك لما فتح باب الكنيسة ولقى ناس تبكي، هذول أشخاص جايين من اللايف ستريم، جميع هذول الأشخاص ميتين. حتى ورا زاك في حاجة بيضة، هذه الحاجة البيضة كانت برضو موجودة في فيلم أدفيل تشيلدرن على إنه لايف ستريم، فهي مجرد نظرية. بالنسبة لكلاود لما ياخذ الشلة في الريميك الجزء الثاني ويوصلوا لكالم، يا ترى ايش اللي حيقولوه؟ ايش اللي حيحاول يقوله كلاود؟ هل هذه المرة تيفا راح تسمع كلام كلاود وتسكت، او تقول له يا كلاود انا غلطانة بحقك، انت ترى عندك تسمم من الماكو؟ وطبعا كمان في قصة الانترغريد في ايبيسود يوفي هي عانت مع سونور، ومات سونور قبل لا الويسبر يموتوا، وطبعا مات بريزن شينرا او الرئيس شينرا قبل الويسبر يموتوا، وأوريدي من زمان كانوا الثلاثة اللي هم سيفوراث إنجيل وجينيسيس، هذول الثلاثة برضو كمان ماتوا، بس سيفوراث بقوة الإرادة لسه عايش ويرسل المستنسخين تجارب هوجو الفاشلة على إنهم سيفوراث. وفي كمان عندنا أم إيريث وأم كلاود وأبو تيفا ميتين من زمان، هل حيرجعوا؟ هل ما رح يرجعوا؟ مين يعرف؟ وفي النهاية نقول إنه ما في شيء أكيد وهي مجرد نظرية، ويعطيكم العافية على المشاهدة، وإن شاء الله إذا في أي حاجة جديدة حقدر أشتغل عليها. بالنسبة للدبلاج إن شاء الله الكلام اللي أنا قلته ما يخليني أبطل أدبلج، لأنه أوريدي قال خلاص يعني ما حيكون له لذة للدبلج. كان معكم حسام، في أمان الله.